بالعودة مرة أخرى إلى موضوع النازحين في العراق والإجراءات التي تتخذها الحكومة وكذلك سياسات الأحزاب والميليشيات، فيما يراه الكثير أنها هندسة للتغيير الديموغرافي في العراق، عاد إلينا الأستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ حسين مرحبا بك. حياكم الله، أرجو أن تسمعوني هذه المرة. الآن الصوت جيد، شكرا لك. أستاذ حسين، يعني كيف تنظر إلى سياسات الأحزاب والميليشيات تجاه النازحين؟ شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة أن حكومة مصطفى الكاظمي تواصل ذات المنهج على منوال من سبقهم من الحكومات، ومنذ عام 2014 بعد تداعيات أحداث داعش واستعادة المناطق من سيطرة تنظيم الدولة، بدأ أن كثير من المناطق لم تعد إلى أهلها، وأن هناك نية مبيتة سواء على مستوى الميليشيات والجماعات المسلحة وحتى على مستوى القوات الأمنية المرتبطة بالحكومة لإحداث تغييرات واسعة يراها أطراف حكومية أو أطراف من الميليشيات المسلحة مبررة لعدم عودة العمل المسلح إلى تلك المناطق. لكن هذه التبريرات جاءت على حساب حياة الآلاف. نتحدث عن جرف الصخر نحو 100,000 شخص تم تهجيرهم بعد 2014 عندما استعيدت المنطقة، وهي من أولى المناطق. يعني منذ 6 سنوات هناك 100,000 شخص لم يعودوا ولم يسمع لهم إلى غاية هذه اللحظات. وبدلا من عملية التهجير أصبح هناك إحلال واستبدال، أي أن هذه الميليشيات المسلحة تأتي بأناس بعوائلهم بمواشيهم وتعطى أراضي المهجرين لهذه العوائل، ويتم أعطى كل الموارد وكل التسهيلات لتلك العائلات التي تستفيد من تلك الأراضي الزراعية والأحواض السمكية استفادة كاملة. نتحدث عن ملايين الدنانير التي تستفيد منها تلك العائلات بدعم ميليشيات مسلحة. لا أقول هنا أن الحكومة تغض النظر، بل أن الحكومة مشاركة فعلية في هذه عمليات التغيير الديموغرافي. ومثل جرف الصخر هناك مناطق في اللطيفية، في اليوسفية، جنوب بغداد وشمال بابل، ونتحدث عن مناطق أخرى يجري فيها ذات المسلسل في شمال بغداد، ربما في الطارمية والتاجي، وفي محافظة صلاح الدين في الضلوعية والإسحاقي وبلد، ومثل هذا المسلسل أيضا في مناطق ذراع دجلة والثرثار. هناك أحواض سمكية بالمئات، أراضي زراعية بآلاف الدونمات تسلم لعوائل. يقول كثير من سكان تلك المناطق أن هذه العائلات هي من أقارب الميليشيات التي تستوطن تلك المناطق. هل هذا يعني أن الأهالي سوف لن يعودوا إلى مناطقهم، وخصوصا أن هناك يعني مبررات تنطلق من الحكومة تارة، يعني إخلال الأهالي بشروط العقود بالنسبة للأراضي التي يملكونها، تارة أخرى فيما يخص موضوع الحقول الزراعية والمزارع بأنه ينبغي عليهم توفير يعني محضر رسمي ببراءة ذمتهم أو براءة أو شيء من هذا القبيل. يعني هناك مبررات تسوقها الحكومة ضد المزارعين وضد أهالي وملاك هذه الأراضي. يعني هل هذا يعني أن الأمر قد تم و وضع الأهالي في خانة المخالفين، وبالتالي لن يعودوا إلى أراضيهم وممتلكاتهم؟ طبعا الحكومة العراقية عملت على تقنين تلك الخطوات السيئة لتلك الميليشيات، وشرعنت عمليات التغيير الديموغرافي بعدة وسائل، بعضها أمنية وبعضها قانونية وفق ما كان يعرف في قانون الإصلاح الزراعي. كان سابقا الحكومات العراقية نتحدث عن 50-60-70 سنة ماضية تعطي الأراضي الزراعية لمن يزرعها، وهذا الاستصلاح يعطى مقابله حقوق تلك الأرض لمن يستصلح تلك الأراضي. ولذلك لم تكن هناك عمليات تمليك قانوني باعتبار أن هناك ما يسمى الطاب الزراعي،
هذا الطابق يتيح للعائلات التي استوطنت تلك المناطق منذ عشرات السنين للاستفادة من تلك الأراضي وفق مبالغ بسيطة تعطى للحكومة مقابلها. لكن كما قلت بعد 2014 عندما بدأت الميليشيات المرتبطة بإيران عملية السيطرة على تلك الأراضي بدأت بالتنسيق مع الحكومة العراقية في زمن حيدر العبادي ثم عادل عبد البهدي، والآن شد وأنكى مع حكومة مصطفى الكاظمي باستحداث ما يسمى أولا الورقة الأمنية، وهي نقطة تجابى بها أي عائلة تروم العودة إلى مناطقها. وهذه النقطة الورقة الأمنية طبعا ممن يستحصلونها لابد أن تكون من جهة أمنية، الجهات الأمنية في تلك المناطق هي ميليشيات مسلحة، فبالتأكيد لا تعطى هذه الورقة الأمنية التي يسمح لهم بالعودة لهذه العائلات، وهذا لو سمح لهم بالعودة. ثم بعد ذلك الآن استحدثت ما تسمى إسقاط العقود الزراعية السابقة لتلك العائلات باعتبار أنها لم تستصلح تلك الأراضي، لكن في واقع الحال أن هذه الأراضي مستصلحة من قبل الميليشيات وعائلاتهم التي قدموا بها منذ 4 أو 5 سنوات في تلك المناطق. وكما قلت هذه العمليات والتغيير والاحلال والاستبدال تتم في أكثر من منطقة، المشهور فقط جرف الصخر، لكن اللطيفية واليوسفية قرب جرف الصخر في مناطق جنوب بغداد، مناطق مثل الطارمية والتاجي شمال بغداد، مناطق في محافظة صلاح الدين، زراعة دجلة والترتار، مناطق بآلاف الدونمات. ماذا عن منطقة ماذا عما سمته بطريق السبايا؟ هل ثمة ربط بين هذه الإجراءات الحكومية وطريق السبايا الذي تحدثت عنه يعني العتبة الحسينية قبل أسابيع؟ هل ثمة ربط؟ هل له علاقة أيضا بهذا المشروع؟ المخططات أخي الكريم تجري على قدم وساق باتجاهات متعددة وبوسائل مختلفة، بعضها يتم عن طريق وزارة الزراعة كما سمنا، بعضها يتم الآن عن طريق العتبات وما يسمى الآثار التاريخية التي ابتدعها الوقف الشيعي بحجة أن هذا الطريق كانت تسلكه عائلات أهل البيت التي تعرضت ل القتل قبل أكثر من 1000 سنة. وهذه الطريق ما يسمى طريق السبايا لا توجد عليه كل المعطيات التاريخية والأثرية أي دليل أو شبه الدليل على وجود هذا الطريق الذي يروم وصل مناطق من شرق العراق بغرب العراق وشماله من ديالى إلى صلاح الدين إلى الموصل وصولا إلى الحدود العراقية السورية. وهذا الطريق كما أسلفنا هذه الميليشيات التي تسيطر على معظم المناطق التي يمر بها طريق السبايا يراد أن تكون لها ممر جديد يربط إيران بسوريا بعد أن فشل الممر القديم الذي كان مقصود به مناطق غرب الأنبار بعد أن منعت القوات الأمريكية ذلك التمدد الإيراني باتجاه الحدود السورية في تلك المنطقة، فاستحدث هذا الطريق الجديد باتجاه الموصل باتجاه الحدود السورية من جهة الشمال، وهذا مرتبط كما قلت بشبكة من المخططات التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع في مناطق طبعا للأسف أقول سنية بكل صراحة، لأن كل ما يقع يتم في محافظات ديالى جنوب بغداد نينوى صلاح الدين وحتى الأنبار، وهذه المناطق بطبيعة الحال سنية. حكومة الكاظمي وهي النقطة الأخطر هنا مشتركة اشتراك فعلي، لأن هذه الخطوات تتم عن طريق الوقف الشيعي وهو جهة حكومية، القوات الجيش العراقي المسيطر على كثير من تلك المناطق، حتى ميليشيات الحشد الشعبي هي الآن جهة حكومية جهة أمنية. فلذلك نقول أن حكومة الكاظمي ليست متواطئة بل مشتركة اشتراكا فعليا في هذه في هذا المخطط الخطير الذي يروم تهديد السلم والتعايش الذي عرفت به العشائر العراقية والمناطق العراقية. وللأسف أن مصطفى الكاظمي يحاول في مسايرة تلك الميليشيات الإبقاء على منصبه في رئاسة الحكومة العراقية مقابل تنازلات مقابل
تماشي مع هذه الخطوات التي تهدف إلى إحداث تغيير واسع في بنية وتركيبة تلك المناطق. شكرا لك أستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.